حلقة جديدة من جوك وين مع المنز وأول سيارة رصد جوي بالشرق الأوسط ستورم إكس. جوردان سبيد سنتر يعني سرعة وأكشن، يعني أنواع كثيرة من السيارات. طبعاً بحكي عن سيارات الكارتر اللي في منها من 9 أحصنة ل 22 أحصنة، فبس كل اللي عليك إنك تدعس وتنطلق. وبالنسبة لموضوع السلامة لا تقلق، لأنه المشرفين دائماً بيكونوا معك. وبالنسبة لحمزة، هذا كم حصان بده؟ ارزي سبونسر معنا يا اخوان، اشتروا قصديا. جوردان سبيد سنتر بيبعد عن الدوار السابع 15 كيلو. اي حدا عمره فوق الخمس سنين بيقدر يجي، طبعا اللي عمره خمس سنين بده يجي مع اهله. فالمكان مناسب للشباب وللعائلات، ومخدوم ومهيئ، فيه مطعم وكافيه ونشاطات ثانيه. فبس اللي مطلوب منك انك تشغل وتيجي.